هذه هي قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. هذا اللاعب يبدي رغبته في مغادرة الوداد. أشهر لاعب فريق الوداد الرياضي بديع أوك رغبته في الرحيل عن الفريق للمدرب وليد الركراكي والمكتب المسير للفريق في ظل غيابه عن مباريات الفريق الماضية لاختيارات فنية. وأكدت أحد المواقع أن أوك يرغب في مغادرة الوداد الرياضي الصيف القادم أملا في خوض غمار تجربة جديدة يستعيد عبرها توهجه الذي افتقده مؤخرا مع الفريق الأحمر. وأكد أوك أنه من وضعه مع الوداد ويسعى للرحيل عن الفريق بعد نهاية الموسم الحالي، بيد أن الإشكال يكمن في مطالبة اللاعب بمستحقاته المالية الكاملة، وهو ما يقلق المكتب المسير للوداد الذي يحاول تجنب أي أتعاب من شأنها أن تثقل الكاهل في ظل الأزمة المالية التي يعيشها الوداد والتي حرمته من إجراء أي انتقالات في الميركاتو الشتوي الماضي. وبات أوك من اللاعبين المستبعدين من قبل المدرب في ظل عدم تمكنه من كسب ثقة الركراكي الذي بات يفضل منصف شراسم ولاعبين آخرين. إلى هنا نصل لنهاية الفيديو، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.